الاهلي في كل مكان، اهلا بكم من جديد من داخل بعثه فريق النادي الاهلي وكواليس حصريه وليله المباراه. هذه المباراه الهامه التي ستجمع بين تاون شيب والاهلي في اطار مباريات الجوله الرابعه من مباريات البطوله الافريقيه. تفاصيل كثيره، متابعه فنيه بالطبع، الكل حريص يعرف اخر اخبار بعثه فريق النادي الاهلي، الجهاز الفني ازاي يستعد لهذه المباراه، حاله اللاعبين، جاهزيه اللاعبين، اهميه هذه المباراه في ظل 3 نقاط هامه جدا بعد الفوز في المباراه السابقه ببرج العرب ب3 اهداف مقابل لا شيء. لذلك عشان نعرف كل هذه التفاصيل نقترب اكثر من صاحب الحدث الكابتن محمد يوسف المدرب العام لفريق النادي الاهلي والقائم باعمال مدير الكره. كابتن يوسف، اولا برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي في ليله المباراه، والكل بالتاكيد محتاج يطمن منك عن حال الفريق في هذه المباراه الهامه. اهلا بيك يا محمد. طبعا في البدايه سعيد ان اكون في بيتي، طبعا الثاني بيت قناه النادي الاهلي. اهلا بيك. نتمنى ان شاء الله ان احنا نوفق جدا في الهدف من الرحله دي. اساسا هو مباراه بكره ان شاء الله تاون شيب، المباراه اللي هي تعتبر الجوله الرابعه في دوري المجموعات، ان شاء الله نكون موفقين ونحصد ال3 نقاط عشان نبقى 7 نقاط، ناخد خطوه كبيره في طريق التاهل ان شاء الله للدور التالي. يعني قابلنا شويه صعوبات لكن دي متعودين فيها في افريقيا، حاجه طبيعيه طبعا، يمكن ممكن تكون جديده على سافرش افريقيا كتير، لكن احنا متعودين بعض الحاجات اللي بيحاولوا انهم يعني يستفزونا او يحاولوا يحطونا في بعض الضغوط، لكن الحمد لله لاعبتنا عندها خبرات كبيره، حتى الجهاز كله اشتغل قبل كده في افريقيا، ومستر كارترون كان عنده تجارب في افريقيا قبل كده وعارف كل هذه المواقف يعني. طيب انا هتكلم عن الموقف الاخير بس مش بتفصيل، لان انتوا اكيد يعني هذا الملف قفلتوه بسرعه وحضرتوا اللعيبه الماتش بكره، لكن لغايه امبارح كان في معامله جيده وكان في لقاء لحضرتك والكابتن سمير عدلي مع رئيس نادي تاون شيب، وكان دعوه منه واتكلمتوا مع بعض والدنيا كانت ماشيه بشكل جيد. هل موقف النهارده موقف عارض تصرف شخصي، ولا شفت الموقف ازاي في ظل ان الاتوبيس بعد التمرين فجاه ما كانش موجود مع البعثه في الاستاد الرئيسي؟ يعني هو طبعا يعني قبل ما اخش معاك في التفاصيل، عايز طبعا يعني اعزي طبعا ميدو جابر والده، امبارح جالنا الخبر وربنا يعني يرحمه ويدخله فسيح جناته ويصبر اهله واولاده وكل اسرته، وان شاء الله ميدو يكون وصل خلال الساعات الحاليه اللي احنا بنتكلم فيها، يكون وصل ان شاء الله لبيته سالم ان شاء الله. يعني طبعا احنا بالنسبه للحاجات اللي قابلناها، انا كان ليا زياره امبارح مع المهندس سمير عدلي لرئيس النادي، على اساس ان احنا يعني كنا عايزين نطمن على رد فعله بالنسبه لاستقبالنا، ده رقم واحد، ان احنا عملنا معاهم كل حاجه كويسه. انت عارف النادي الاهلي دايما بيستقبل الفرقه الافريقيه او اي ضيوف ليه بيجوا يلعبوا في بطوله افريقيا او اي بطوله، بيقدم لهم كل سبل الراحة، ومن خلال حتى الانتقالات، الاستضافة، الفنادق اللي بيقعد فيها، كل حاجة بتبقى ميسرة، الملعب التدريب، ملعب المباراة، كل الحاجات. واجهنا شوية حاجات طبعا من بداية ما جينا، مواضيع التأشيرات، ما فيش أي حد من النادي كان ليه دور إنه يعني يبقى موجود معنا في المطار، بالإضافة طبعا لسوء حالة الأتوبيس اللي موفرناه لنا، الملعب برضو كذلك، يعني في شويه حاجات، لكن في النهايه احنا متعودين الكلام ده في افريقيا. كان عندي مقابله امبارح مع رئيس النادي، غير لنا الحمد لله الاتوبيس، دي نقطه برضو يعني كويسه. في نفس الوقت يعني الملعب برضو كان ليه اجواء غير عاديه، لكن في النهايه احنا متعودين على هذه المواقف في افريقيا وبنتعامل معاها وبنقلب كل الصعوبات دي، بنحولها لدوافع بحيث ان احنا نقدر ان شاء الله نوصل لهدفنا. احنا عينينا على الهدف بتاعنا هو 3 نقاط بكره ان شاء الله عشان نقطع خطوه كبيره ان شاء الله في مشوارنا. طيب ارجع بقى للخبر اللي كان حزين، موضوع ميدو جابر، وحضرتك طبعا وجهت له التعازي في وفاه والده، لكن الخبر يعني حصل امبارح. هو طبعا انا فوجئت بعد العشاء، فوجئت ببعض اللاعبين يعني، او بالاخص السوليه ومؤمن جولي، قال له كابتن حصل كذا 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 وجالنا رساله. فطبعا بالفعل على طول اتحركت، رحت لميدو في غرفته، الجهاز كله طبعا، ويعني عرفت منه ان هو عايز ينزل على اسرع وقت وكده، وطبعا
بسؤال طبعا مستر كارترون، فقال طبعا ده طبيعي جدا ان هو لازم ينزل عشان يعني يتواجد مع اسرته ومع اخواته، حاجه مش عاديه وحاجه مش سهله. اللعيبه كلها كانت موجوده عنده في الاوضه في خلال دقائق معدوده. في نفس الوقت طبعا بدانا نتحرك عن طريق كابتن سمير عدلي ونجيب له اسرع حاجه، نحجز له طيران باسرع وقت ان هو ينزل للقاهره، على اساس ما كانش مترتب حاجه طبعا. فخلال يمكن ساعات قليله تاني يوم على طول مشي الصبح بدري الساعه 8، ونتمنى ان شاء الله يكون وصل مصر ان شاء الله. الموقف موقف صعب، والنهارده حسام عاشور كابتن الفريق اتكلم عليه في المؤتمر الصحفي، لكن هل يؤثر على استعدادات اللاعبين، النواحي الذهنيه؟ يمكن النهارده عاشور اتكلم في نقطه ايجابيه، قال ان هذا الموقف دافع ايجابي لينا عشان نكسب، عشان نكلم ميدو جابر ونهديه الروح لوالده، يعني الثلاث نقاط اهداء لروح والد ميدو جابر. مظبوط، هو بالفعل يعني دايما لعيبه النادي الاهلي والاجهزه الفنيه في النادي الاهلي بتقلب كل الصعوبات للدوافع. الموقف ما كانش سهل، خصوصا اللعيبه تلقت هذا الخبر بصعوبه، شعور طبعا هم موجودين وميدو وهو بعيد عن اهله، فدي حاجه طبعا فيها صعوبه شويه. لكن احنا الحمد لله النهارده قدرنا ان احنا نطلعهم من الاجواء دي، وكمان يعني هدوا ان شاء الله مباراه بكره تبقى رد برضو، ورد يعني عايز اقول ان والد ميدو من الناس اللي بيشجعوا النادي الاهلي واهلاوي جدا، وميدو جابر من اللاعبين المميزين سواء سلوكا او على المستوى الفني. فنتمنى ان شاء الله ان احنا نسعدهم، نسعد ميدو جابر انه ان شاء الله تبقى نتيجه ايجابيه تعوضه عن بعض حاله الحزن اللي هو فيها يعني. طيب بشكل عام بقى الاستعداد لهذه المباراه، ومش بتكلم مع الكابتن محمد يوسف بصفته ان هو مدرب عام ومدير كوره، لا انا بتكلم في فكره انك خدت مباريات افريقيه في نفس هذه الظروف، و2013 شاهد على الحدث ده انك فزت بالبطوله وكانت بصعوبات بنفس الشكل بنفس ترتيب المجموعه. شايف الاستعداد ازاي المره دي والمواجهه ازاي، والاهلي يقدر يعمل ايه في هذه المباراه يا كابتن يوسف؟ والله بص احنا تعهدنا طبعا، يعني يمكن المباراه اللي فاتت كانت اداء الحمد لله جيد، لكن عندنا احسن من كده. المباراه كنا محتاجين الثلاث نقاط عشان نعدل موقفنا في المجموعه. المباراه بتاعت بكره انا شايف انها مباراه محوريه جدا في 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 طريقنا ان شاء الله. احنا اصرارنا ان لمباراه بكره اصرار وعندها الفكر انها نازله بكره لهدف تحقيق واحد ده هو المكسب يعني. فمباراه افريقيا انت عارف في دوري المجموعات لازم ان انت يبقى عندك شراسه هجوميه، طبعا تامين دفاعي قوي جدا، ده في جميع الاحوال سواء بتلعب على ملعبك او بره ملعبك. لكن يمكن شويه لما بتيجي تلعب بره ملعبك بيبقى في بعض المفاهيم شويه عن الحته الهجوميه، لكن دلوقتي اعتقد انها اتغيرت بشكل كبير. لازم تكون عندك دوافع وشراسه ويعني عايز اقول طرق متنوعه ان انت تقدر توصل لمرمى الخصم خصوصا بره ملعبك، لان دي طبعا بتبقى مفاجاه جدا. هم بيلعبوا على ملعبهم فاكيد بيهاجموا، فاكيد بيبقى متواجد عندهم مساحات في خط ظهرهم وفي نص ملعبهم، غير لما بيلعبك على ملعبك في القاهره او في برج العرب عموما بتبقى هو جاي بيدافع في تحفظ بيبقى فيه صعوبه شويه في اختراقه. لكن هنا في ملعبه انا شايف ان احنا نقدر نضغط عليه ونقدر ان احنا يبقى المباراه ليها هدف ايجابي بالنسبه لنا وهو الفوز بالثلاث نقاط، ويمكن لعيبه وصل لها الكلام ده كله ان شاء الله. الفوز بالثلاث نقاط هي انطلاقه يا كابتن يوسف في البطوله الافريقيه؟ خطوه مهمه، خطوه مهمه جدا، خصوصا ان انت عندك الترجي 7 واحنا 4 وتاونشيب وكمبالا 3، فطبعا احنا بنلعب بره والترجي بيلعب ايضا بره مع كمبالا، فالمباراتين دول بعد كده احنا طالعين للترجي في ملعبه. فاعتقد ان مباراه بكره ليها جزء كبير قوي ان شاء الله في التاهل يعني، لو ان شاء الله يعني. طيب وانت بتستعد للمباراه قابلتك ظروف، نبدا اولا باصابه احمد فتحي وعدم لحاقه بالبعثه، وحتى اللحظات الاخيره كان هناك تفكير في ضمه، لكن الجهاز فضل ان هو يريحه ويكون موجود في القاهره عشان يستعد لمباراه الدوري. هو فتحي طبعا عشان برضو حول ما اثير في هذا الموضوع، فتحي يعني بيعمل تاهيل من بعد المباراه اللي هي تاونشيب كان في برج العرب، وبعدين قبل السفر حس
ان الالام برضو في العضله الاماميه، في منشا العضله الاماميه في اعلى الفخذ. اعتقد ان الدكتور طبعا لما اتكلمنا معاه ومستر كارترون برضو قعدنا اتكلمنا مع الدكتور وكده، اتكلمنا مع فتحي، فيعني فضلنا ان هو يكمل علاجه في القاهره ويعمل تمرين مع الكابتن حسين عبد الدايم اللي هو مساعد مدرب الاحمال او مساعد ليندمان، وفضلنا في دي ان هو هيبقى واخد شغل باهتمام اكتر، وفي نفس الوقت كمان يريح على اساس ان في مباريات لاحقه بعد كده، عندنا الاسماعيلي ثم المصري ثم النجم اللبناني ثم الترجي التونسي، يعني عندنا سلسله من المباريات ورا بعض. الفتره الجايه فتره صعبه جدا في توالي المباريات، فاعتقد ان مهم جدا اذا انت خسرت لاعب في مباراه ما تخسروش في الباقي، انما لو حصل مضاعفات ممكن تخسروا عدد من المباريات. فنتمنى ان شاء الله عند عودتنا ان شاء الله يوم 30 ان يكون الامور بقت مستقره بالنسبه لاحمد فتحي. طيب وانت في المعسكر وفي الاستعداد لتاون شيب وانت في بتسوانا جت اصابه لوليد ازار النهارده، الحمد لله اطمنا عليه وشارك، لكن حاله وليد وجاهزيته للماتش ان شاء الله؟ لا جاهز ان شاء الله، ونتمنى ان هو يكون في احسن حالاته كمان وليد، بس هو نتيجه الملعب الارض ناشفه شويه، ودي حاجات بتبقى متوقعه، بتحس ببعض الالام شويه سواء في الحوض او الام في الظهر او الام في مفصل الركبه. عموما الاماكن دي اللي بيظهر فيها مع نشفان الارض، لما بتلعب على ترتان او تلعب على ارض ناشفه، احنا اتمرنا تمرينتين على ملعب ناشف بس كان لازم نتمرن لان ما ينفعش نقعد 3 ايام من غير تمرين، فعملنا تمرينتين النهارده كان على الملعب الرئيسي، حالته احسن كتير من الملعب اللي كنا بندرب عليه، لكن في النهايه حاجه اتعمل له طبعا يعني حاجات استشفائيه وجلسات علاجيه من قبل الدكتور خالد ومن الدكتور نبيل وكل يعني الكباتن المسؤولين عن الجهاز الطبي، بصراحه بيأدوا ياسر وطارق كمان كلهم بيأدوا شغلهم بشكل مميز جدا، على اساس ان نبقى احنا مجهزين اللعيبه واللعيبه في احسن حالاتها من الناحيه البدنيه. برودة الجو جيده للعيبه في هذه المباراه في ظل ان الرطوبه بتاثر ودرجه حراره عاليه في افريقيا بتاثر، الجو ده مناسب لمباراه الاهلي يلعبها تبقى مباراه كبيره؟ انا شايف الجو كويس جدا جدا، ودرجه الحراره 12 درجه مثاليه جدا. عايز اقول لك دايما احنا لما بنروح نلعب في افريقيا كنا بنشتكي من الحر وبنشتكي خلاص الحاجات دي خلاص، انت النهارده لازم تاقلم نفسك ولازم تبقى مستعد. احنا ما احناش لسه بقالنا 5 سنين ولا 10 سنين بنلعب في افريقيا، 8 دوري ابطال افريقيا، لينا سنوات كتير، عرفنا الاجواء وبنعرف نتعامل مع الاجواء المختلفه سواء من ناحيه الطقس او من ناحيه الملاعب او من ناحيه الانتقالات او حاجات كتيره جدا، الامكانيات برضو. فانا شايف الجو كويس جدا هيساعد اللعيبه ان هم يجروا بشكل كويس ويؤدوا دورهم بشكل كويس جدا، نتمنى ان شاء الله بس نبقى موفقين لان التوفيق مهم جدا في كره القدم يعني. طيب فكره كابتن محمد يوسف كمدير فني ومدرب، يعني اكيد ليك باع طويل جدا في هذه الجزئيه، لكن تتولى جزئيه كمدير للكوره ومعاك بعثه ومعاك فريق وعارف اجراءاته وخط المراحل دي على مراحل مختلفه السنين اللي فاتت، بتوازن بينها ازاي وبتجمع الاثنين مع بعض مع لعيبه وعندك مشوار افريقيا؟ كابتن يوسف بخبراتك بقى كمدير فني وكلاعب وكنجم كبير وكابتن في فريق النادي الاهلي. هو طبعا خلينا نكون منطقيين، يعني برضو انا شغلي مدرب عام مساعد لمستر كارترون، فده شق فني بحت، كل ما هو طريقه اللعب تشكيل ال بساعده في التدريب، هو عايز ايه الفكر اللي عايز يشتغل بيه بساعده فيه والحاجات. قائم بعمل مدير كوره دي انا الراجل طبعا بحكم ان يعني عندي خبرات قبل كده في النادي الاهلي، اشتغلت في النادي الاهلي وعارف النادي الاهلي يعني بيشتغل ازاي نظام المنظومه اللي بتشتغل ازاي. دي حاجه تانية. حاجه معايا الكابتن سمير عدلي، كابتن سمير عدلي مدير اداري عنده خبرات كبيره جدا وبيشتغل يمكن موفر جزء كبير قوي من الشغل بالنسبه لي، فالنقطه دي مهمه جدا برضو ان حجم الشغل كله يعني مش انا اللي شايله لوحدي برضو، عشان ما اطلعش اقول قائم باعمال مدير كوره، لا في جزء شايله الكابتن سمير عدلي من حجز الفندق لترتيب الملاعب لانتقالات الحاجات دي كلها، الفنادق الحاجات دي كلها بيعملها على احسن وجه، عنده خبرات كبيره جدا فيها. وفي جزء طبعا داخلي بالنسبه للاعبين بقى والحاجات الداخليه بتاعتنا احنا كفريق بتولاها انا. فطبعا يعني خلي بالك، انا عشان اكون صريح معاك،
الشغل في النادي الاهلي انت عندك مجموعه اداريين مميزين جدا بالفعل. دي برضو بتساعد الواحد ان هو يؤدي عمله، الجهاز المعاون كله بالكامل بيؤدي عمله، فكل الحاجات دي بتساعدك ان انت تؤدي شغلك وتطلعه بشكل كويس جدا. احنا مهم جدا، مهمتنا او مهمتنا كقائم بعمل مدير كورونا نوفر المناخ الجيد للجهاز الفني ان هو يشتغل في احسن ظروف، وكل الصعوبات تبقى يعني ازيلها من امامه، بحيث ان هو يركز في الشغل وما يبقاش قدامه اي صعوبات يعني. طيب تشكيلة الماتش جاهزة بالنسبة لكم ولا لسه في اجتماعات مستمرة بين الجهاز عشان يحددها قبل المباراة بلحظات قليلة؟ لا أكيد من غير ما نعلنها، أنا عارف طبعا مش هتعلنها ليلة المباراة أكيد. لا طبعا أكيد مش هنعلنها، بس أنا بقول لك إنك كارترون من المدربين اللي بيحب يبقى يعني الأمور واضحة بالنسبة للعيبة عشان اللعيبة تستقر، اللعيبة تستقر وتبقى عايشة المباراة. طبعا بيقابلك ظروف مختلفة في كل مباراة او في كثير من المباريات، سواء طرق لعب مختلفة سواء ظروف مختلفة في المباراة، بتلعب بره ملعبك بتلعب جوه ملعبك، اكيد هو بقى ليه فكر مع ضغط الماتشات، اكيد هيبقى ليه برضه فكر الحاجات دي كلها، لكن هو بيحب يستقر بالنسبة لل عايز اقول يدخل اللعبة معاه جو الملعب ويبقى مركزين يعني. النهاردة في المحاضرة كان في كلام مهم جدا وكان الصوت حتى مسمع لكلك، قلت للعيبه كمان يا كابتن يوسف في الحديث مع كارتيرون ان اللعيبه اللي يكونوا النهارده في المباراه لازم تركيزه يكون 100% عشان نكسب الثلاث نقاط، اللي بيفكر في 1% اللي ممكن نطلع بتعادل ايجابي ما يفكرش في الماتش وما يكونش معانا في الماتش. عشان هو محمد انا خدت اللعيبه خدتهم في وسط الملعب عشان انا عارف صوتي عالي شويه، ورغم ذلك انا مش عارف انت يعني فاجئتني دلوقتي انا بس فعلا يعني احنا اتاثرنا حتى بكلام حضرتك وكلام كارتيرون انك فعلا اتعاملت على الجانب النفسي انك عايز 11 مقاتل في الملعب ان شاء الله، وانا متوقع ان بكره نلاقي 11 مقاتل، 11 راجل، 11 لعيب كوره عالي جدا. احنا في الحاجات اللي بيبقى مواقف فيها محتاجين رجوله نلاقي لاعبتنا، لما بنلاقي مواقف فيها محتاجين لعيبه كوره وناحيه مهاريه برضو بنلاقي لعيبتنا. انا كنت بس تنبيهي ليهم ان انا مش عايز حد يبقى عنده 1% جواه من جواه، انا طبعا اكيد مش هعرف، لكن انا بحاول ان انا ازيل اي تفكير ان احنا ممكن ترضينا اي نتيجه غير التعادل. ان شاء الله ان شاء الله احنا يعني عاقدين النيه وعازمين النيه ان شاء الله ان احنا نطلع بنتيجه ايجابيه بكره وناخد خطوه كبيره في التاهل، لان مش عايز اخش في حسابات بعد كده. طيب اخر سؤالين كابتن يوسف عشان ما اطولش عليك، كيف يفكر الجهاز الفني في الموسم القادم مع ضغط مباريات والعديد من البطولات؟ عايز اقول لك طبعا ان ده هيبقى بالنسبه لنا احنا ده قدر النادي الاهلي وقدر فريق النادي الاهلي، انه بيلعب في اكتر من بطوله، عندنا بطوله عربيه كمان بتزيد على الدوري وبطوله افريقيا وكاس مصر، عندك بطوله عربيه هتشترك فيها. النادي الاهلي لما بيخش اي بطوله اكيد بيبقى عينه هدفه على المركز الاول، ده الهدف الثابت بالنسبه للنادي الاهلي في جميع المنافسات. بنملك 27 لاعب او 28 لاعب على اعلى مستوى، سواء المجموعة المقيدة أو حتى المجموعة اللي هي في 97 المميزين جدا وبيتدربوا مع الفريق الأول باستمرار وبنشوف بعضهم بياخد فرص، فكل المباريات اللي هناخدها من أجل هدف واحد. كل اللاعبين احنا بنجهزهم، مستر كارترون سياسته ان هو يجهز جميع اللاعبين عشان هنحتاجهم خلال الموسم، وساعتها هيبقى اللاعب هيبقى جاهز وخلال الاهتمام بيه ومن خلال تجهيزه هيقدر ان شاء الله يدي مستوى اللي بيها نقدر نمشي خلال مبارياتنا. طيب القيد الافريقي ده السؤال الاخير، اخر يوم 4 اغسطس او الساعات الاولى من 5 اغسطس القادم ومتبقي مكانين في القائمه الافريقيه وملف الصفقات ما زال مفتوحا بالنسبه للجهاز الفني، ما يدور في هذا الملف خلال الايام القادمه، وهل من الممكن بالفعل في الساعات القادمه يكون هناك صفقات لدعم الفريق وقيدها في القائمه الافريقيه، ام هناك تفكير في الاعتماد على اللعيبه المقيدين في القائمه المحليه لضمها للقائمه الافريقيه؟ بص الحاجات دي كلها طبعا يعني طبقا لرؤيه الجهاز الفني ومستر كارتيرون طبعا هو الكلمه الاولى والاخيره ليه، فاللي انا عايز اقوله ان احنا حاليا يتبقى لينا مكانين في بطوله في يعني القائمه الافريقيه، المكانين دول زي ما انت قلت لغايه 5 اغسطس، لينا وقت لغايه 5 اغسطس كل حاجه وارده. يعني انا مش عايز اتكلم، ما اقدرش اكلمك بوضوح في هذه المساله، لكن احنا بنتحرك اذا ان شاء الله نجحنا في حاجه تنضم لينا ممكن كمان ام يعني ضم صفقه بس ما تبقاش ليها دور في افريقيا، ممكن يبقى ليها دور في الدوري. احنا بنقيد في افريقيا طبقا للاحتياجات بتاعتنا اللي احنا محتاجينها، فاحنا لينا مكانين لسه
هنشوف يعني رؤيه مستر كارتيرون ايه بالنسبه للفتره القادمه، وهنشوف ايه المستجدات اللي ممكن تديها لنا سواء المباراه اللي هي بتاعه بكره او حتى مباراه الاسماعيلي يوم اثنين بعديها. طبعا هتضطر ان انت يعني القرار بعد ماتش الاسماعيلي يعني 2/8 طبعا بعد مباراه الاسماعيلي، انا عندي فرصه لغايه يوم 5 بالظبط، فليه اقيد او اخد قرار بدري خصوصا ان انا هلعب بكره وخلاص، عندي بعد كده فتره لغايه مباراه الترجي يوم 17، فاعتقد ان هي هتحسم في الاوقات الاخيره. يعني قد تكون هناك صفقه مفاجاه لجمهور الاهلي؟ والله يعني اي لاعب احنا بنتعاقد معاه بيبقى انا شايف انه بيبقى لاعب مهم ولاعب اضافه للنادي الاهلي. النادي الاهلي بيضم المراكز اللي هو بيحتاجها، في نفس الوقت كمان دلوقتي الظروف متغيره شويه، وبالتالي لابد ان احنا نشوف الاحتياجات بتاعتنا. الحمد لله عندنا فرقه كويسه وثقتنا في اللعيبه بتاعتنا ثقه عاليه جدا، وان شاء الله بتوفيق ربنا ان شاء الله نعمل موسم كويس ولاعبتنا ان شاء الله تكون موفقه. كابتن يوسف انا بشكرك جدا على هذا اللقاء مع كل جمهور النادي الاهلي ليله المباراه والحديث عن مباراه تاونشيب والملفات القادمه بالنسبه لفريق كوره. نتمنى لكم التوفيق يا رب والعوده بالثلاث نقاط، لكنكم تستحقون الاستمرار في هذه البطوله والفوز باللقب التاسع وتحقيق بطوله لك على المره الثانيه بعد 2013 بالفوز على اورنالدو بيراتس في المقاولون العرب 2-0. ان شاء الله ربنا يعني يكرمنا وتبقى بطوله موفقه لينا، وان شاء الله بكره الثلاث نقاط دي زي ما قلت لك يبقى بطولة يعني أو خطوة كبيرة جدا في البطولة في مشوارنا. أتمنى إن شاء الله نكون موفقين ونرجع فرحانين إن شاء الله. رحلة العودة رحلة طويلة برضو شاقة، لكن إن شاء الله الثلاث نقاط يهونوها إن شاء الله. 12 ساعة دي أقل مدة سفر. يعني البلد بعيدة. يعني أنت عارف خلي بالك أفريقيا معروفة إن هي فيها صعوبات، وخلي بالك دلوقتي أحسن كتير من 10 سنين فاتوا أو 15 20 سنة في التسعينات برضو لما كنا بنلعب. اللي عايز اقوله ان انت اهم حاجه بتبحث عنها هدفك اللي طالع له ان شاء الله نحققه، وبعد كده اي حاجه تهون سواء بقى سفريات سواء طيران سواء مطارات، كل الكلام ده بالنسبه لنا متعودين عليه ولاعيبتنا واخده عليه. يعني في كلمه اخيره تحب تضيفها او اي لا شيء؟ لا طبعا انا بحب اشكرك، واحب طبعا اشكر جمهور النادي الاهلي وكان متواجد معانا في مباراه تاونشيب في برج العرب، بصراحه فرق جدا معانا. اتمنى الاعداد تزيد كمان، وانا عارف ان شاء الله كل ما هنمشي في البطوله اكتر كل ما جمهور النادي الاهلي هيبدا يبقى حريص ان هو يتواجد ويدعم الفرقه ويشجع الفرقه من الملعب. نتمنى ان شاء الله ان بكره نوفق على اساس نخش دوري، نتاهل من دوري المجموعات. اعتقد الدور الثالث لما لعبنا هيبقى فيه تواجد قوي جدا للجمهور باذن الله. يعني بشكرهم طبعا على دعمهم، واتمنى ان شاء الله ان هم نبقى عند حسن ظنهم، نقدم لهم كره جميله ونتائج جميله ان شاء الله، ونوصل الانتصارات معاهم ان شاء الله. وانا بشكرك يا كابتن يوسف. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.